شفتي بقى؟ شفتي انك ظلماني؟ بتكذب عليا يا خالد؟ بتكذب على امك عشان السافل ده؟ خفت للي خاطفين فاطمه يزودوا الفديه ولا حاجه. ولما هي ماتت فين جثتها؟ هو في حد هيتصنع الموت يا راجل انت؟ حتى لو شافني مش هيعرفني. الشخصيه دي حذره جدا وعارفه هي بتعمل ايه بالظبط. شكل تخمينك هيطلع صح يا خالد. يعني انت اللي جاي زعلان ومتضايق بعد ما ضيعتنا؟ عايزاني اتبهدل وتاني واتزل واسكت؟ فين الذل والبهدله دي؟ انت تاني؟ عايز ايه؟ جاي اشوف ابني. مش لما نتاكد الاول ان ابني؟ غور بقى يا اخي عرفتني. وبكره تتاكدي ان في حاجه مريبه بين حازم وحسام وتقولي فاطمه قالت. ياسمين في حاجه مهمه كنت مخبيها عليكي عايز اقولها لك. شايلها في قلبي بس دي الوقت المناسب اللي لازم اقولها لك. شو ايه؟ أنا زعلان منك أوي يا ياسمين. زعلان؟ ليش أنا شو عملت؟ عملت كتير أوي. بس بصراحة أنت حلوة أوي يا ياسمين. مع الأسود اللي أنت ضرباه ده كمان الموضوع بقى صعب جدا عندي. أعصابي مش قادرة أستحمل. لمصلحة مين بتعملي الكلام ده كله؟ مصلحة شو هي؟ شو؟ أنت اللي عاملة لي شو؟ لدرجة إن أنا مش لاقي كلام أقوله. وبعدين في حاجة تانية عايز أقولها لك. أنت كل يوم عن اليوم اللي قبله بتحلوي أكتر، واليوم اللي قبله كمان، واللي بعده، واللي في النص. ياسمين أنت سامعني؟ طب أشرب عصير. كفاية ياسمين. أنت مش عارف أنت إزاي تبقي في مصر من غير ما أنا أعرف؟ أنت شو خصك أصلاً؟ إياد أنت مالك حق تتدخل بحياتي. أنا مش عارف أستوعب بصراحة. فيها إيه يا حبيبي؟ هو أنت بتراقبني؟ فيها أم يوسف؟ أنت مش قلت لي آخر مفاجآت يوسف؟ ده كمان ده إيه؟ استنى أنت دلوقتي يا حبيبي. استنى حبيبي إيه؟ أنتوا تعرفوا بعض منين؟ إيه؟ يوسف بعدين بخبرك بس خلينا نمشي هلا من هون. أنت مش هتروحي فين؟ كلميني هنا الأول. يا ابني أنت ما عندكش ذوق ولا أدب يا ابني. أنت مش شايف قاعدة مع راجل؟ راجل؟ فين الراجل ده؟ أنا هوريك فين الراجل. إيه؟ هتترد زي أخوك؟ اضرب. ما أنتوا تزوروا فلوسكوا كتير. وانا بصراحه بقى كيف عندي ده انا غرمت واحنا معانا الفلوس عشان نعلم على امثالك. يوسف بتعجبك خلاص خلينا نمشي. اقسم بالله ان هي لو مش معايا كنت مسحت بيك الارض وانت فاهم كويس. اتفضلي يا مدام صفي ناز، دي وثيقة التأمين على الحياة ومن بكرة تروحي تدفعي أول قسط. متشكرة. العفو. متشكرة قوي يا فندم. What happened? This is a case of miracles. Your mother has recovered from coma. Thanks, God. And thank you, doctor. Thank you. إياد كان رفيق جوزي الله يرحمه. عمار بس توفى بحادثة الطيارة اللي وقعت ببوخارست. إياد بهالفترة تقرب مني وما تركني بهيدي الظروف. من ساعتها بلش يبين لي اهتمامه وعواطفه وحبه إلي. بعدين طلبني للزواج. تجوزتيه؟ يا ريتني ما عملتها. كان أسوأ قرار بحياتي باخده. طلع إنسان كتير بشع وندله استغلالي. كان بتصرفاته يكره يوسف. بالآخر ضربني قدامه. ضربك؟ ازاي يعني؟ مستغرب ان بيتقال عليهم رجاله وبيضربوا مراتاتهم دول. رفعت علي قضية طلاق ببيروت والمحكمة طلقتني منه هناك. طب يعني ما دام طلقت منه وما بقيتيش مراته هو عايز منك ايه دلوقتي؟ هو هيك ما بيحب يخسر شيء.
بحب الشغل تروح من بين ايديه. بس انت قل لي من وين بتعرفوا الايات؟ ألف حمد لله على السلامة يا ست الكل. الله يسلمك يا حبيبي. هو حصل إيه؟ ولا أي حاجة خالص. أنا خدت وقت كتير عشان أفوق من البنج ولا إيه؟ شوية صغيرين. ياسين يا حبيبي أنا عايزة أنزل مصر. حياتك عندي يا ست الكل، أوعدك لو صحتك حلوة وتسمح هنزل بيك على طول على مصر. خالد ايه مالك قاعد لوحدك كده ليه؟ في ايه؟ حبيبتي انا تمام الحمد لله. طمنيني انت اخبارك ايه؟ تمام تقريبا، يعني جبت كل اجهزه العياده تقريبا، بس يعني جهاز المنظار هيتاخر شويه، بس يعني عادي ممكن اشتغل من غيره مش هتفرق. طب كويس، بيفكريني وانا اكلمهم لك استعجلوا. ميرسي قوي يا خالد. هما كمان قالوا يعني هيجيبوا لي جهاز الالتراسونيك قريب ان شاء الله. يوسف جه اهو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالك جد كده ليه؟ عادي بقى، حصل لي موقف مش لطيف النهارده. بخير؟ اياد بيه. هو كده فعلا. شفت طلع متجوز مين؟ او كان متجوز مين؟ مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ اللبنانية؟ تخيل، انا مش قادر اصدق. أنا يعني الموضوع بالنسبة لي بقى مضحك أكتر ما هو حقيقة. الواد ده عامل زي عفريت العلبة، طالع لي في كل حتة. طب وأنت تعرف ياسمين منين؟ أنا اللي أعرف ياسمين منين؟ أنت تعرفي ياسمين منين؟ أيوة، هو كان قايل لي إن هو خطيبها وحصلت بينهم مشاكل، يعني عشان هي أخلاقها مش كويسة فسابها بس كده. لا على فكرة الواد ده كداب. أنت عارف كان بيعمل فيها إيه؟ كان كل يوم بيضربها. وفي إيه يا جماعة؟ إزاي الواد ده في يوم من الأيام كنت بعتبره صاحبي؟ ده طلع مجنون، كل شويه يرتبط بواحده ويقعد يعذب فيها وما يتجوزهاش. ايه القرف ده؟ هو فعلا قرف، مش طبيعي يا جماعه. المصحف ما طبيعي. فكره ملك ياسمين كلمت لي محامي في لبنان عشان اساله على الموضوع بتاعك، وقال لي ان هو قريب هيرد عليا، بس مبدئيا كده قال لي ان هو مفيش اي حاجه عن الموضوع ده، ولا عمري سمع عنه ولا حتى في البرايفت. شكرا قوي يوسف، انا عارفه تعبتك معايا قوي في الموضوع ده، معلش انا اسف. لا خلص ولا يهم. طيب انا هستأذنكم هطلع انام لان انا الصبح بلف ما استريحتش خالص. صباح على خير. انتي ونهر. صباح على خير. مالك انت كمان؟ مالي؟ تعرفش اخوك حازم بيه عمل معايا ايه؟ عمل ايه كمان؟ تسلم ايدك. انما قول لي، انا عمري ما شفتك خدت اجازه ولا حتى روحت فيها بلدك. اروح فين يا عم حسن؟ ده انا مقطوع من شجره. الفيلا دي بيتي. انت عارف انا لو رحت البلد محدش هيعرفني. اخد اجازه بقى واروح فين؟ ملاهي ولا اروح ابقى زعل شويه قرشين وامشي كده؟ بس ست عصمت اليومين دول بقت تاخد اجازات كتير، ايه الحكايه؟ انت عندك حق، مش انا قلت لك الست دي شكلها مش مظبوط، قعدت تقول لي اتقي الله اتقي الله. يا عم سيبها في حالها، ست غلبانه. ناوي اعمل كده لما ارجع ان شاء الله. يلا سلام دلوقتي بقى لحسن مستعجله. باي. يا صباح الفل. صباح الخير يا بابي. اللي في ايدك ده يا بابي؟ حذري فذري. دي الحاجة اللي كانت طالباها حبيبة بابي. ربنا يخليك ليا يا بابي يا رب. يخليك ليا يا حبيبتي. بس عشان خاطري، وعديني بلاش الموضوع اللي أنت كنت عايزة تعملي بيها ده. حاضر يا بابي. خلاص؟ اعتبر ده وعد؟ إن شاء الله. ماشي يا عمر. باي. باي. الست اللي اسمها عصمت واخده اجازات على طول وسايبه الشغل علينا احنا. هنعمل ايه يا عم عبده؟ بس بيني وبينك الصراحه يعني غيابها احسن، على الاقل ادينا مرتاحين من وشها. يا ساتر، ده انت قلبك اسود.
الغريبه بقى ان الست دي ما كانتش بتاخد اجازات خالص. ايه اللي حصل لها فجاه؟ اموت واعرف. دي بقت بتغيب اكتر ما بتيجي الشغل. الظاهر كده الله اعلم تكون لقت شغلانه في حته ثانيه بمرتب احسن وقالت تجرب كام يوم بدل ما تسيب هنا وترجع تندم. يبقى لا طالب بلح الشام ولا هنا باليمن. والله عندك حق، مش بعيد تكون بتعمل كده، اصل انا عارفاها دي ناصحه. يلا هتعملي ايه النهارده؟ مفيش، احتمال اخرج مع صاحبتي اميره. شوبينج برضو؟ اه يعني ما انت عارف. ايه يا بنتي؟ انت بتزهقوش؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ اتنين صحاب رايحين يعملوا شوبينج مع بعض، مضايقك ده في ايه؟ طب بقول لك ايه؟ انا النهارده هعدي على ماما بعد الشغل. ايه رايك اعدي اختك وتيجي معايا؟ كل ما بتسالني عليك ونفسي تشوفك. ماشي، كلمني هبقى اشوف. جرايا اروح. حتى الطلب ده يعني مش قادره تنفذهولي. يا اشرف انت طول الوقت خناق، ما تخليك لذيذ، بلاش اللي انت بتعمله ده كل مره. النسكافيه بتاع حضرتك يا مدام ارو. حطيه عندك هناك. الو ياسين، طمني على ماما عامله ايه؟ طيب الحمد لله ماشي. والدكاتره قالوا ايه؟ طيب كويس ماشي. بقول لك ايه، لو احتجت فلوس قول لي على طول. ماشي، وانت جنب ماما والنبي خليها تكلمني، عايز اسمع صوتها. ماشي يا حبيبي، طمني على طول يا ياسين. يلا سلام. اهلا اهلا وسهلا فريده هاني، حضرتك ده شرف عظيم انك نورتينا النهارده. متشكره قوي، ربنا يخليكي. انا ليه حفيد عندك هنا في الحضانه؟ ايه ده معقول وانا معرفش؟ حمزه قال الهنداوي. اه حمزه، على فكره ده من احسن التلاميذ عندي في الحضانه. ده فاوتشر ب 30,000 جنيه من محل بيرفكت تويز عشان تشتري شوية مراجيح ولعب وتحطيهم هنا في الجنينة عشان حمزة يعرف يلعب كويس مع صحابه. أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، أنا متشكرة جدا، بس ده كتير كتير قوي. لا ولا كتير ولا حاجة. أنا ليا طلب عندك. أمريني فريدة هاني. عايزة أشارك ميلاد حمزة. آه الصراحة مامته لسه واخداها من كام يوم. ليه؟ معرفش، بس عموما أنا ممكن أشوف لك صورة من شهادة الميلاد. كويس قوي، تأمريني فريده هاني. ممكن تست الصوت يا دكتور عمرو؟ 1 2 3 تمام. اوكي دكتور عمرو، تحب تتكلم عن نوع معين من المخدرات؟ بصي انا هتكلم في حاجات كتير وانت خدي اللي انت عايزاه. تمام، يلا يا جماعه جاهزين؟ يلا يا دكتور عمرو. انا دكتور عمرو الفودي، دكتور صيدلي. النهارده يا جماعه هنتكلم عن مجموعه من الادويه تم منع تداولها بين الناس الا بروشتة طبيه رسميه، وده طبعا بسبب سوء استخدام الناس ليها وتناولها كمخدرات. ده طبعا بسبب
ان الناس بتتعامل معاها انها ارخص من ثمن المخدرات الحقيقي. الو. ايوه ايهاب، انا لازم اقابلك النهارده، عندي مصيبه مش عارفه اعمل ايه. فريده الجبالي جت واخدت شهاده ميلاد حمزه من الحضانه، ارجوك انا لازم اقابلك النهارده. اوكي باي باي. الأخبار يا أسامة؟ في جديد في موضوع ريد روز دي؟ والله يا فندم واضح إن إحنا بنتعامل مع شخص ذكي جدا، حتى بيخش من أجهزة عامة زي سايبر أو فنادق، ومعظم الأماكن دي يا باشا بتكون ما بين المانيال والمعادي. لا لا بقول لكوا إيه؟ شدوا حيلكوا شوية، إحنا شكلنا بقى وحش قوي. حاضر يا فندم، أنا هحاول أبذل أقصى مجهود عندي. بعد إذن سعادتك. طب بس يا ست الكل، المهم ان حربي طول الليل من ساعه ما رجع وهو ملوش سيره غير حضرتك، وعمال يشكر فيكي شكرانيه ويقول لي يا ريت كل الزباين زي الست ملك. ربنا يخليك يا سامح، متشكره قوي. ربنا يخلي حضرتك. يعني هو بالحق يعني ما حضرتك ما فتحتيش في موضوع التحاليل؟ التحاليل اتعملت. اتعملت؟ ايوه. عن اذنك. اتفضل. صباح الخير يا سامح. صباح الخير. قولي لي اسمك طلعت؟ لا لسه ما جاتش. طب من فضلك اعملي فنجان قهوه. حاضر عينيا. صباح الخير يا ملك. صباح النور يا خالد. مالك في ايه؟ والله متلخبط يا ملك. برضو؟ اه والله. طب بقول لك ايه؟ ما تطلع رحله صيد. هو غير جو، انا عارفه انك غاوي صيد. افكر. طب انت عندك عيد النهارده؟ لا النهارده اجازه. يبقى اوتيل وسبا، ايه رايك؟ ممكن. بعد اذنك. اتفضل. صباح النور يا مستر حازم. انا عايز الملف بتاع الفوج السياحي اللي كان معايا في الاسره. تمام مستر حسام. احنا عندنا صور الباسبورات بتاعتهم مش كده؟ اكيد طبعا يا فندم. وعصام فين؟ لسه ما جاش. خد الفنجان.
أنا متشكرة قوي بصراحة. أظن كده كله تمام يا دكتورة. تمام. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. أخيراً. مبروك يا مرحبا. الله يبارك فيك. النهاردة بقى عازمك على العشاء عشان نحتفل بالمناسبة الحلوة دي. لا عشاء النهاردة يعني. إيه أنت هتكسفيني ولا إيه؟ لا يعني. من غير بس يا مرحبا. مش كل حاجة تقعدي تحسبي لها وتفكري فيها قبل ما تعمليها. اعملي الحاجة مرة واحدة. لو قعدتي تفكري وتحسبي الحاجة حتى بعد ما تعمليها مش هيبقى ليها طعم. هتبقى مسخة. اه ده انت طلعت فيلسوف بقى، انا مش واخدة بالي ليه وتكلمني على السعادة والتفاهم والكلام اللطيف ده. تصور اقنعتني؟ ماشي موافقة. هو ده. سودة يا من الكلب. تأمري بحاجة تانية؟ لا بس الو. ايوه يا اشرف يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كويس. قولي بقى، هتيجي تتعشى معايا النهارده؟ طب كويس قوي. وقولي مراتك هتيجي تتعشى معاك ولا زي كل مره؟ ماشي يا ماما، على ميعاد. باي باي. ده واضح ان مامتك بتحبك قوي. هي ملهاش غيري بقى. انت ما عندكش اخوات؟ لا خالص، ولا بنات ولا اولاد. مش باين عليك. مش باين عليا ازاي؟ يعني بتاع شغل وراجل كده، فمش شكلك انك متدلع. ما هي يا ماما بقى من وانا صغير كانت عامله حسابها بقى ان انا وحيد، والعيله كلها عماله بتقول لها انت هتدلعيه، فعملت العكس. كانت بتقسى عليا جدا عشان تطلع لي ناشف كده. وفعلا ده اللي حصل. كنت متفوق ودخلت كليه هندسه. طب اقول لك على حاجه، لما دخلت الجامعه شرطت عليا قالت لي هجيب لك عربيه بس مش هتروح بيها الكليه، وبقيت عشان اخرج بيها اخرج بيها بالليل لكن اروح الجامعه مواصلات. كانت عايزاني دايما كده ابان قدام الناس ناشف وما يبانش عليا خالص ان انا وحيد. يعني مامتك شكلها عندها فكر كبير وعرفت تطلعك راجل مسؤول وبيتحمل مسؤوليه. بس انت شكل في حاجه تانية مضايقاك. والله ريم العلاقة بيني وبين أروى اليومين دول مش مظبوطة. يعني من ساعة موضوع الصور ده كده والعلاقة بقتش لطيفة. هو الشك لما بيخش أي علاقة زوجية صعب يطلع منها. طب ما طالما الموضوع كبر كده وأنا مش واخدة بالي، طب ليه قلت لي نخرج النهاردة؟ لا لا خالص، ليه بتقولي كده؟ هي بس المشكلة إن إحنا رايحين لماما النهاردة، وهي أصلاً علاقة أروى وماما مش لطيفة في المطلق. فما بالك بقى إن إحنا رايحين لها وإحنا متخانقين. ربنا يستر. ايوه خالد في ايه؟ بنتك فين؟ ما جاتش لحد دلوقتي. بقول لك يا ميرفت، انا طول النهار وانا عماله افكر وقلت انسب حل ان احنا نعزل من هنا، نعزل في حته بعيده خالص. طب ما احنا قلنا هيجيب عنواننا من المدرسه. لا ما احنا مش هنبلغ المدرسه يا حلوه ان احنا غيرنا عنواننا. اه طب والباص بتاع المدرسه؟ باص المدرسه هتصرف، هأجر التاكسي بتاع جوز البت اللي شغاله عندنا في الفيلا يروح يودي الولاد ويرجعهم تاني. اه وابراهيم يمشي ورا التاكسي. صح كده، عندك حق. ايه الحوسه اللي انا فيها دي؟ طب وبعدين بقى؟ بقول لك انا لازم ارجع النهارده الشغل تاني، والاجازه الجايه ان شاء الله
ربنا هيلاقي لها حل. طب وبعدين يا إيهاب؟ هنعمل إيه؟ كان لازم تأكد إن مفيش صورة تانية من شهادتي الميلاد في الحضانة. هو أكيد الموظف بتاع الحضانة ابن اللذينة ده أكيد صور الشهادة قبل ما يديها لي. عمر دي مجرد صورة، يعني ما يعتدش بيها قانونا. أنت متأكد؟ أنا متأكد. بس خلي بالك هو هيرفض. وهيرفع قضية إنكار نسب، وهيطلب تحليل دي إن إيه كمان. وأنا مش هخليه يعمل الولد. أنا لا يمكن أحط ابني في تجربة مؤلمة زي دي. خصوصاً أصلاً إن حمزة ما يعرفش أي حاجة عن خالد غير إن اسمه حمزة خالد هداوي. مش بمزاجك ترفضي. المحكمة هتجبرك على تحليل الدي إن إيه. وأنا مش هوافق. قلت لك مش هحط ابني في حتة زي دي. شوف لي أي حل تاني. هرب. أهرب. اهربي بره البلد. ولما الأمور تهدى خالص بيرجعي. مفيش أي حل تاني غير كده؟ للأسف مفيش. طب ايه؟ اهو خلصت خلاص. يلا كفايه انت بس نفخ. بس انا بصراحه مش شايف يعني ليه لازم اكل اللي بتعمليه ده. احنا رايحين عند ماما على فكره. ما انت عارفني انا ما بحبش اروح كده. بحب اروح متظبطه شكلي حلو اهو. مفروض يعني تبقى مبسوط. انا مبسوط جدا. مش باين عليا ان انا حاطين من الفرحه؟ خلاص اهو خلصت خلاص. يلا يلا حبيبي. باشمهندس يوسف
ما كانش نفسه يفضل قدام عني. مين فينا حبه ضاش مش ندمان عليه؟ مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عينيه؟ ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. إن قدرنا ونصبنا نعيش على ذكريات، ونعيش العمر نندم.